فبدأنا نشوف حالة جديدة أو مختلفة من الأفلام وحالة من التظاهرة السينمائية ما كانتش موجودة قبل كده في السينما الجزائرية. في نوع من التغيير بمعنى إنه جزائري من خلال واحد مذيع بيشتغل بالليل وبيرجع بيته بالنهار، فنبتدي نشوف هو مش عارف ينام من كتر الدوشة أو الزحام اللي حواليه. بنبتدي نشوف من خلال الكاميرا بتاعته اللي هي فيها فضوليه شديده ايه اللي في يعني ايه اللي في الحي الشعبي ده. هنلاقي واحد كبير في السن ماسك علم الجزائر يقول فتح يا الجزائر، وهو رمزيه لمن يعيش في الماضي ولا يتجدد بشكل ما. هنلاقي بشكل كوميدي جدا الشرطه بتجري ورا مجموعه ناس لابسين جلاليب بيضاء ودقونهم لو فكره الصراع اللي موجود، وبشكل كوميدي هو المخرج نفسه حتى بيسخر منهم بشكل ما. هنلاقي سياره عاوزه تركن في الرصيف والسياره عليها علم الجزائر لكن هي بتتخبط بتخش يمين وفوق وتحت وكده، يعني مش عارفه تقف في مكان مظبوط. يعني هنلاقي مثلا فيلم زي غدا الجزائر لأمين سيدي بوماديا، هو الفيلم فيه نوع يعني هو فيلم احداثه كلها بتدور قبل يوم واحد فقط من احداث او انتفاضه 88. اربع شباب جزائريين منهم واحد قرر انه يهاجر فرنسا، وثلاثه تانيين قرروا ان هم ينزلوا المظاهرات اللي هي بتاعه 88. والفيلم كان فيه ادانه شديده للطرفين او طرفي الصراع في 88، وكان في حاله الضياع اللي فيها الشباب. هنلاقي في فيلم زي قرقوز لعبد النور زحزاح القهر بتاع المرأة بشكل ما، من خلال واحدة جات من السفر من فرنسا فبتتعرض لمحاولة اغتصاب فاشلة في إحدى البنايات، ولما بتحاول تشتكي للبوليس لكن البوليس ما بي يعني بيطلب منها إن هي تسامح المغتصب لأنه قضيته مش قضية المرأة أو القهرة، وقضيته قضية أخرى. من هنا يعني دي بعض الملامح اللي بتبين مدى الحرية السياسية التي وصل لها شباب المخرجين والتي لم تكن بنفس القوة في أفلام سابقة. على مستوى الإنتاج هنلاقي أنه كان في اعتماد على أكثر من يعني من طريقة إنتاج مختلفة. هنلاقي انه كان الانتاج في الجزائر يمكن مؤخرا كان تقريبا موسمي شويه، مرتبط بفعاليات او تظاهرات زي التغيير الذهبي للفيلم القصير او المهرجان الثقافي الافريقي او الجزائر عاصمه الثقافه العربيه او تلمسان عاصمه الثقافه الاسلاميه. كانت الاحداث دي بتدعم مجموعه من الافلام، لكن الانتاج الرسمي الدائم هو قليل مش بنفس القوه المطلوبه. في المقابل الشباب دول لجأوا لفكرة الاستقلال في إنتاج أفلامهم وتخلوا قليلا عن الدعم الحكومي وانطلقوا إلى آفاق أخرى، ويمكن جابوا فند من بره، يمكن اشتغلوا على يعني مش فرنسا بس، كمان جابوا فند من ألمانيا وجابوا فند من بلاد تانية، وفي ناس عملت أفلام من لا شيء، يعني إنتاجت أفلام من لا شيء. فيمكن اتحققت بالنسبة لهم دورة ربح مختلفة للفيلم الجزائري المستقل، وهو ان هم بداوا يعتمدوا بشكل ما على الجوائز الماليه في المهرجانات
عشان ينتجوا بيها افلام اخرى او يعملوا بيها افلام اخرى. ولحسن حظهم انه تقريبا 70% من الافلام اللي انتجوها الشباب دول حصلت فعلا على اهم جوائز المهرجانات العربيه والدوليه.